يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أصلي ومحافظ على الصلاة ولله الحمد، لكن صلاتي لا تنهاني عن بعض المعاصي كالنظر المحرم والعادة السرية، فما علاج ذلك حفظكم الله؟ هذا دليل على النقص في صلاتك، فيها نقص، عليك أن تعالج النقص الذي في صلاتك، أن تقبل على الله وتخشع لله وتخضع لله عز وجل. نعم.